لكينا مجددا. صباح الخير لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم تحضرونا. اليوم فقراتنا عديده واكيد حوالي الساعه 11 10 بيكون معي شيف جاد. واليوم بدنا نحضر سوا لكينا تشيكن بريست ستافت ويز سيب مشرومز اند فريش موتزاريلا. ولتحضير هالطبق الشهي بيلزمكم صدر الدجاج، جبنه الموتزاريلا، فطر طازه، كمينة، فطر الساب، بصل، حبق، ملح، بهار أسود. كمينة بيلزمكن كريمة طازة، ملح، بهار أسود، بارميزان، وكمينة دراي ساب. كمينة بطاطا صغيرة، ملح، بهار اسود، وزيت زيتون. هاو هن مقادير اليوم، واكيد حوالي الساعة 12 إلى 5 بنختم فقراتنا بتيستينج. وقفة وبنرجع لعند رندا فهد ببالانس. نرجع لكم مشاهدينا، اليوم معنا شيف جاد. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ تمام. سافا؟ ماشي الحال؟ مثل كل يوم اثنين وثلاثة شيف جاد صار معنا. واليوم عندنا تام هالاسبوع السب يلي هو نوع من الشامبينيون وايد مشروم بيقولوا له شامبينيون اسود. مزبوط. ما في منه كثير بلبنان، ما بنلاقي دائما طازه، بنشتريه دراي. نحن بنرجع بنقعه بنشيل منه الليكيد اللي هي بنعمل منها. اليوم رح نعمل منها صوص. والمشروم اللي نعناه رح نرجع نطبخه ونعمل منه حشو اليوم. اوكي، لكن انت كمان جبت دراي. ايه، لانه كثير صعب يتلاقى فريش، بتلاقى فريش كثير غالي بمواسم كثير قليل بجيبوه امبورتي، ما بينزرع عنا. صح. هلا اليوم اللي رح نعمله هو دجاج. رح نعمل اخذين صدر الدجاج، رح نعمل لها حشوه بالسب وبالمشروم وبالبصل وبالجبنه، نحشيها بقلبها نشويها بالفرن. رح نرجع ناخذ الميه السب اللي نقعناها فيها اللي هي هون. اوكي. رح نعمل منها صوص مع كريم وبارميزان. في ريحه كثير طيبه. ريحه السب هي ميه السب اللي عم بعملها ريدكشن انا حتى تطلع كونسنتري اكثر. كونسنتري. رح نرجع نعمل لها جاريتور بالبطاطا الصغيره، قشر الحامض والشامبينيون. اوكي. ويلا. ليتس جو. بنبلش؟ يلا. اوكي، اول شيء اللي رح نعمله رح نبلش بالحشوه لنسقع معنا، نحشيها بالدجاج تطلع مسقعة ما تطلع كثير سخنة. لكن هلا بصل ناعم. شوية بصل بزيادة. هالقد؟ بقد ايه؟ نحن دائما بنفكر انه لازم نزيد البصل تنكه. هلا نحن عم نعمل على عدد الدجاج اللي عندنا، ثلاث سفايين بس. يلا عم نشوف الروسيت مقادير. رح احط اول شيء انا الساب لحتى بس نقلي شيل منه قسم للصوص، برجع بحط عليهم الشامبينيون الابيض، الشامبينيون دو باري اللي بنعرفه بنلاقيه دائما. مزبوط. بينزرع بلبنان. بينزرع بلبنان اكيد. اساس انه يتغسل الشامبينيون الساب بس ينجاب اول زوم، رمله بينكب اول زوم. صح. وبنرجع بننقع بنستعمل الليكيد تبعه، بس اساسي يتغسل اول زوم لانه بيكون فيه رمل. رمل صح. فهون البصله كمان ما رح نقليها كثير، هلا نص دقيقة دغري رح نحط الساب. اوكي، هلا رح ناخذ الساب المنقوع. مشاهدينا رح ناخذ سوا وقفة بنرجع لكم. نحن وقت اللايف كفينا نطبخ. مزبوط. بدك تخبرنا شو عملنا اليوم؟ شو عملنا هلا؟ ميرسي. بوقت كنا عم نقلي كنا عم نعمل حشوة الدجاج، قلينا الشامبينيون الساب والشامبينيون دو باري وشلنا الساب على جنب، حطيناه مع الكريم هون لعملنا الصوص، وكنا عم نعمل ريدكشن لمية الساب كمان حطيناها هون، وهلا عم تغلي لنطلع الصوص. الحشوة سقعناها، رجعنا طحناها على المكنة، حطينا لها حبق وملح وبهار اكيد، ورجعنا فرمنا لها فريش موتزاريلا، خلطناها مع بعضها ورجعنا قصينا الصدر. هلا الصدر صار بالفرن، قصينا الصدر وحطينا الحشوه بقلبه. حشين. اوكي. وفوتناه على الفرن عم بينطبخ. هلا هذا الدجاج حشوه الساب مع البازيليك مع الجبنه مع الملح مع البهار مع الفريش مشروم.
قلوا تسقعوا انطحنوا ونحشوا بقلب الصدر. الدجاج في ينعمل على الفحم، في ينعمل بالمقلاية، في ينعمل بالفرن. هلا نحن حطيناه بالفرن. نعم. الصوص هلا عم تغلي تقريبا بدها 5 دقائق بتكون خلصت. أوكي. هي كريم، هي الساب اللي قليناه حطيناه بقلمة، هي مية الساب وملح وبهار. هلا بنحط لها اخر شيء ملح وبهار، وراح نحط لها شوية بارميزان اخر شيء بقلبها. شو رح ناكل حد الجارنيتور؟ هي انا عامل بطاطا نيو بوتيتو مسلوقه ومقطعه بالنص. هلا رح نعملها سوتيه مع شامبينيون. اوكي. ومع قشر حامض وملح وبهار، كثير سهل وكثير هينه. نعمله سوتيه كلهم، بنحطهم بالصحن، بكون من هلا ل 7-8 دقائق صدر الدجاج استوى، نرجع بنشيله بنقطعه وبنحطه على البطاطا والصوص بنحط عليها. يعني الروسات كثير الكومبينيشن الدجاج مع الساب كثير طيبه. فكرمال هيك حشيناها بقلبها وعملنا الصوص كمان بالساب. بالساب يلا. هلا هون الصوص كمان مثل ما قلنا غليتها انا كمان بوقت هون فيها كمان ساب. هون فيها الساب اللي قليناه اول شيء ورجعنا شلنا بارتي منه حطيناه هون، والبارتي الثانيه حطيناها بقلب الدجاج. هون ناطرين الزيت مثل سوب شامبينيون ريحتها. هي الساب ريحته كثير قويه وكثير طيبه. هون مثل ما قلنا بدها تغلي بعد 3 دقائق، بنحط لها الملح والبهار البارميزان تكون خلصت. بدها تغلي بس ليصير الكونسيستنس تبعها اكثر من هيك، لانه هيك كثير لان حطيناه ليكيد نحن من المايت ساب كرمال هيك رح تغلي. فهلا اللي رح نعمله هو هلا هون عندنا البطاطا مستويه اوريدي، يعني تقريبا 3/4 استوى. اوكي. هون رح احط دغري الشامبينيون. هون شامبينيون دو باريس. شامبينيون دغري. لأنه إذا كل الوقت استعملنا ساب بتطلع كثير قوية الكومبينيشن مع بعض. رح نحط بهار بس. هون إذا طلعت معنا شوي رخوة فينا نزيد لها طحين هيك شوي تكوش. بصير بدنا نعمل على جنب طحين وزبدة. نرجع بناخذ شقفه منه من البات اللي بتطلع وبنحطها بقى. بنحطها بقى. هلا البارميزان هو رح يشدها كمان. اوكي. بس هيك السؤال لانه اوقات بتطلع رخوه. حتى اوقات فينا ناخذ نشا بودره. نشا بودره بنحط له يعني فنجان مي. كورن فلاور. بنحط له شي ملعقه كورن فلاور وبنحط لها نقطه بقلبها. اوكي. هيك بس لتكمش. وفي كمان انواع من النشا بمايزينا بالاسواق. فيك تحطهم على سخن ديركت. ديركت مزبوط. ايه. ما بيجبلوا. انا عادة منهم ما بيجبلوا. هيك القشرة قشرة حمرا هولي ما رح يتاكلوا، هول بيعطوا الارام بقلبها ومنشيلهم. اوكي. صارت ريحة الكاميرا كمان ساعة. والكاميرامان كمان. هون لكن نحن صرنا على اخر الصوص مثل ما قلنا صار تقريبا بعد بدها دقيقه ريدكشن تحت تشد الجارنيتور كمان دقيقتين بالمقلاه بتكون خلصت. اوكي. والدجاج هون تقريبا كمان صار على اخر، يعني هلا بوقت البريك بكون الدجاج استوى، يعني اخر تكه فينا هولي. ايه هولي بنحضرهم مثل ما انا كنت محضرهم. هيدا من البهار شدقت بالبيبر. صح. جعلية. عم تشوف الـ MTV Live Page، فيكم تفوتوا تعملونا لايك. في مسابقة مع نتاليا فيكم تجاوبوا عليها، وفيكم تحضروا كل فقرات والدان اليوم امبارح أو امبارح كلهم بنحطهم على الفيسبوك بيج. مكان الدجاج هون عم بيستوي. هلا رح نشيله، دائما الدجاج بس يكون في ستافينج بقلبه بنشيله، ما بنقطعه دغري، بنريحه برات الفرن ليه؟ 10 دقائق لان بيكون كثير سخن، اذا بنقصه بتظهر الحشوه لبرا. هيك بس ل تاخذ شوي يبرد شوي شيء بسيط، يعني 5 دقائق ل 10 دقائق بس نقصه يبينه الحشوة. صح. هلا بوقت هون خلصنا رح نطفي. اوكي. والصوص رح ندوقه كمان صارت على اخر، اذا بتلاحظي شدت شوي. ايه شدت. اكيد بدها ملح وبهار، انا مش حاطط بعد. هيدي رح شيلها لانه رح عم تكفي تستوي. اوكي. رشة بهار لكن مثل ما قلنا.
ما تحط ملح في بارميزان. بارميزان ما بدي احط بس لاعطي نكهه، ما بدي يعني تطلع كثير بارميزان كانه عم نعمل صوص للبات. اوكي. هي ملقه. حتى هيدي فينا نعملها مع سباجيتي مع بني. اعطيتنا فكره. ساعتها ما بنحط ملح و اوكي. بنحط اكثر بنحط اكثر بارميزان. فينا نعملها هيدي جراتان، اذا فينا نعمل جراتان بالبات مع الدجاج. كيف نعمل نوي؟ مع قوسات. بس بدل البيشاميل نعملها هي. طيبة بتطلع كثير طيبة. يعني هيدي فينا نعمل منها كذا شغلة. بس باتو مع الدجاج بتلبق. مزبوط. فاللي رح نعمله هلا انا هالوقت زين معنا بعد شوي. نسأل جوزيف قديم بعد عنا وقت. بلش حط الجرنيتور بالصحن. قلت لنجيب بعد صحن. اليوم رولا بدها تلغي غداها انا سمعت. اه والله؟ سي بيان. بدها تاكل هون. اوكي. تتغدى. فاللي رح نعمله هو هون لكان هون شامبينيون كمان فينا نحط غير نوع شامبينيون اذا هذا عباله يعني مش ضروري باري بقلبه صح بس باري موجوده وما كثير غاليه باري موجوده ليش لا طعمته منا كثير يعني طاغيه صح لانه بس نحط ساب ساب طعمته اقوى حتى غير أقوى ساب يعني الوايلد مشرومز كلهم عندهم كل واحد طعمته يعني بتطلع بتطغي على البرودوي نحن يعني. خلصنا تقريبا هون صرنا على اخر هاي الصوص رح اطفي عليها اوكي يعني تنرجع نقول بسرعة شو عملنا اوكي لكن نحن اول شيء كنا ناقعين الساب جايبين دراي ساب ناقعينه دراي ساب واول شيء بنغسل الدراي ساب بنغسل اول زوم من منه رمل لانه بيطلع الرمل تبعه بقلب المي نرجع بننقعه بالمي نرجع بنشيله من المي بنعصره بصير عندنا مي الساب وبصير عندنا الساب المنقوع قلينا بصل قلينا الساب شلنا شوية ساب على جنب حطيناهم بقلب الكريم وكفينا بالمقلاية رجعنا حطينا عليهم الشامبينيون دو باري رجعنا سقعناهم طحناهم على المكنة مع حبق وجبنة واكيد ملح وبهار هيدي كانت الحشوة هاي الحشوة رجعنا حطيناها اخذنا صدر الدجاج قصيناه وحطينا الحشوة بقلبه ملح وبهار اكيد وحطيناه بالفرن الصوص كفينا مثل ما قلنا غليناها الفريش كريم مع الساب اللي قليناه مع مية الساب اللي طلعت غليناها مثل ما شفنا شي 5-6 minutes وملح وبهار وبارميزان اوكي الجرنيتور نيو بوتيتو صغير كانت مسلوقه نص سلقه قصيناها بالنص زيت زيتون بالمقلايه قلينا الشامبينيون رجعنا حطينا البطاطا ما بنحط ولا توم ولا بصل ما فيها بقى فينا بس هون ما حاطين احنا فينا نحط بصل كويس فينا نحط توم كويس بقلبها فينا رجعنا حطينا قشر حامض تحت تعطيها الارام دائما بنحط القشر لنرجع نقدر نشيلهم صح ما بنزغرها يعني بنفرمها وملح وبهار وهيدي هي كل القصة نحن خلصنا هلا هون الدجاج تقريبا بده بعد 4-5 دقائق بنشيله مثل ما قلنا بنريحه شوي بنقصه بنقصه بنحطه بنحط الصوص اوكي لكن بنرجع بنشوفكم مشاهدينا بتيستينج هلا وقفه ومنتابع لايف هون خلصنا نحن البرزنتيشن حطينا اخذنا الدجاج ريحناه مثل ما قلنا قطعناه وحطيناه على البطاطا اللي اشتغلنا فيها قبل البريك وهي الصوص مثل ما قلنا لك في شدت بطلت كثير لكيد لانه عملنا لها ريدكشن على النار هلا اللي رح نعمله هو هيك رح ناخذ شامبينيو كمان من قلبهم نحطهم بهالشكل لانه اذا ما حطينا كريم بتطلع ناشفة بتطلع الصحن ناشف اكيد لكن حطينا شو هالريحة؟ هاي رولا هلا وجهد يعطيك العافية شامبينيون زمطنا اليوم تيستينج بالقليلة وايه شامبينيون مع تشيكن اليوم وبكره تم ساب ساب فعاملين حشوة بالساب رولا
الشامبينيون والبصل والحبق والجبنه حطيناها بقلب الدجاج ورجعنا عملنا صوص بالسب. طعمة السب اقوى بكثير من المشروم العادي. اكيد اكيد بعيده أقوى. جدا يعني عن هيدا. ثانك يو. ما طلع انا بدي زيد شويه. اه ثانك يو. لمسات الاخيره. ف مشاهدين ما شافوا كل الحلقه كيف اشتغلناها تحضيرات حكينا عنها نحن بس فسرنا جانا فسرنا شو عملنا بالدجاج وبالحشوه وكيف حشيناها وكيف طبخناها والاساسي بهذا الصحن هو يعني الطعمات كيف بقلب بعض يعني ما حاطين كثير جارنيتور مع الدجاج لتبين طعمه السب ما حاطين خضره ما حاطين شيء صوصيه حشيه كمان حشيه سب مع جبنه كدجاج والاساسي هو بهذا الصحن هو بالصوص إذا تلاحظي ريحة الصوص كيف طالعة ريحة الساب من الصبح يا جاد من الصبح وكتير لايت ما في شيء يعني كصحن تقيل بس بيوحي إنه أتقل مع إنه في كريم بس لأنه كمية الكريم قليلة حفيفي. بالصحن بالنسبة لل حاطين كمان مع الكريم الجو تبع الساب كيف طيبة طيبة زد لك صوص بليز هلا الكالوريز هون خلص بالصوص ايه لان فيها كريم اكثر صح وفني شوية صوص انا ديجا زدت لا الصوص اساسية بهذا الصحن ما هي الطعمة كلها فيها كنا نستعمل هالصوص لغير الجيش ايه كنا عم نقول فينا نحط فينا نعمل فيها جراتان كيف نعمل جراتان البات بالبشاميل نعم نعمل هاي الصوص وبنعمل الجراتان بهاي الصوص بيعملوها رافيولي كمان وبتنعمل للبات كمان اذا محشيه رافيولي اذا بنعملها كثير طيبة حتى مع البنة فينا نعملها مع نعطيك افكار مش اكثر جد انا بشكرك اذا ما طلعت شيء لبكره او بعد بكره رولا عم تعطيك افكار يعني عيش بهالنعمه جد فبكره منا كثيرة بس اكيد طيبة منا كثيرة افكاري اوكي بكره كمان سب بس بكره رح نعمل سومو مع السومو؟ رح نعمل سومو مع بسمتي رايس بس رح نطبخ البسمتي رايس بالمي السب يعني كيف اشتغلنا المي اليوم اللي كيت طلعناها منها رح نطبخ الرز يعني رح يطلع لونه اسود براون تقريبا براون ومع السومو رح يكون يعني بس كل الطعمة بكره رح تكون بالروسات هي بالرز بكره رولا بدها تحضرنا بدها تتعلم رح حاول ما ابعث لك مسج رح حاول بس حسب دايما بتبعث لي بي بي ام بس تكون بالبيت اذا كان حلو ما في اي كان عم تحرقص كنا عم تروق لانه شيء كان في شوكولات بعثت لي مش مسموح شعر بعثت لي مش مسموح بقى قلت لها مرتي جير لا مش هالمره مش هالمره وكذا مرة بنخليهم بالبراد بنخليه للثلاثين خبيهم قصدي لأنه ما بنلاقيهم صح حبيت خفيف ونظيف كثير طيب طعمة يعني طعمة السب كثير مبينة ومنا ثقيلة منا ثقيلة صح وهيدي أكيد الأولاد كمان بحبوها إذا بحبوا الشامبينيون يعني أكلة بتنعمل لكل الفاميلي وهينة كثير بتاخذ وقت كثير؟ نو لا عملناها ب 20 مينوت يعني 20 مينوت صح ما كنا محضرين شيء منها يعني مش جايب شيء والسب اذا ريدي يعني اذا ما في طازه بنشتري منشف دراي دراي بنرجع بننقعه بالمي بنستفيد من المي كمان اللي بننقعه بننقعه فيها كمان فيك تطبخ ايه ما حطينا بالصوص في المي السب معلومات جديده حتى بكره مثل ما قلنا رح نطبخ الرز بمي رح نطبخ الرز اوكي بنشوفك بكره اكيد انا رح اكون معك كمان اوكي مشاهدينا خلصوا فقرات ولنا لليوم انا برجع بشوفكم بكره ما تنسوا البسمه